احنا ما كنطعنوا بحد، لا ابدا، بل نريد ان نحرر عقائدنا ونحرر عباداتنا لتبقى عباده لله الواحد الحق، لان المعبود بحق هو رب العالمين. وحنا كنقراو باستمرار اياك نعبد، والدعاء راه عباده، اياك نعبد وتطلب غير الله، اياك نعبد وتبكي على غير الله. يا سبحان الله، احنا نشدوا في العروه الوثقه. شنو هي العروه الوثقه؟ لا اله الا الله، لا إله إلا الله في كفة، وجميع السيئات في كفة، مع غير ما يكون السيئات ما يكون فيها الشرك الأكبر وما يكونش فيها الكفر. قيل أحدهم قالها فسقط في حفرة بحال البير، فمشى النبي يعيطوا على النبي، مشى النبي ومن معه كتلو كيلقى النبي كيشوف الآخرين ما غايشوفوا داكشي اللي شاف النبي، كيشوف النبي يطعم بأول طعام من الجنة ولم يعمل شيئا في الإسلام بعد قوله لا إله إلا الله. شوفوا هذه العظمة ديال الإسلام، حنا كنقولوها ونجيو نقطعوها بالشرك وبالأمور الأخرى مع الأسف. شوف ما قال والو، ما دار باقي ما دار حتى وحده، ما صلى صلاتك ولا صام صيامك ولا حج حجك ولا زكى زكاتك.